السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى. يا مال اللي بفلي ومني وإحساني مالتي وقل أشيس أن قال لي مالتي الله سوى أول أغرب بن آدم يقول لي سأكل قرنه محا سحن محا غلدن محا سجوكتي مالتي محا حسوساني سام مالتي محا حوراء وهذا الشيء محا دتك أشيكتي فهم وين محا أقدكتي محا هدير تنك هذا ليس محا كدا عيدو سمرب محا إلهانا محاد لك حمسو يرثي محا حاله جرا بني أدوه محيوك البدليين ومحي دنقود دنقاس ومحي ورطو حيدي شيء يا أنيقا رادي هوا حليا رادي وأفلي رشيت فترة هو جمال انترنت هو جمال سو دياريا هو جمال شغالها هو جمال كان مرضو حيقي زيادي جمال لحقتكو بحي سنة وحب بحي جمال مركا رادي هان ورادي وأفلي رشي فري واي أما دغيسو أما ها دغيسن أما شرقري أما ها شرقرين فهذه هم وحوك هذا لواي غانا وانو كوانا سي وعرو عمرك إنا إرهادو إنا المارتي كهدلو رق وليبا واكو رقيت واكستا وننكي جوغا تلو حما ها ديكو قد عدي أدا لغار ربا إنا تشتت نين ها ديحي غالا دي قعدو قد كيسا دمادان مدحي اللو فلوفو مدحي كما كبدان إن هدي حاجة لا تقعد ما تحلو فلو فلفت نبركة هدي كلا جبتي اللوجة في الغديسة أنت اللي قن جبك يسقي الوح بالغدوني أرتا قاري كان هوية سارا قاري كان وقاري دير وترينا وإلا هدي إليه كرون يه هبو يهل كاس إيو هدي إليه كرون توفيق إلا يكس ما يطحن هوية سارا هوية نبسكو قاري وسارين يه مدنا إنه بدر قارع ونا لقى مياب لكن واحد ربع مركز تمحات تاجر إنا كهربو إجا قارع عندي كمرك إجا قارع اللي بس تاريخ هني إجا هاي وحي أكسو هذا اللي واللوجي من غيب غيب اللوجي من بحبا دن محا غلط دمي محا غلط دمي وحا سو دن نين ما ميت قرعة يعني لكن واحد كهلا وحي تهاي دولة فدرال أه شيخ شاكر وحوري شيخ شاكر وحوري وحن 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 مارثي تلاقي أودي ابني وكست أودي ابني نكال ليا هاي نكال ليا هاي مسعود مسعود وأسكري أسكري يقول لغوص وارشد وسكون نو أسكري جا ودارور لقاتو أفريقيا مركو جوجو سبجكت ما هو أبجكت ما مثل أفهمك تانو كسينا كوميد بنتي سياسات ومسير أمدات لوجا هلا يو كمد من تسيا سادات او مسير او مدات لوغا هاد لايو وحا غادا داد او ميزان كيدا يا مقام كيدا لي او سياسينا لكن شيخ شاكرو اول بوار دو سنة هادنا واسي دو موسى نكان اسكري واي مسكينا دو سن مريبا قول عال مدافن فهاد ياسينا انتو يرو سن ير سنتي ابوان قو عسل لسيا لسينا بركاسا قعاني اللو كوغي مسكين نوح اقما نكان نوح بدن اقماها واسكري والا بدلا نكان نوح بدن أجماها بلع على اللجينة لباتن بابورة غرح أنا فهد ياسين أبو ديارنا واتجا أيضا كماها أيضا كسياسة ورديسي أبهين مسعود وهو أبهين سياسة ورديسة أسوق ماها سياسة ورديلين مثل كسم بالكام كسينا مركو حوي نورويا جوكتا يوروبا جوكتا فرنسا جوكتا أمريكا جوكتا كل جين ما واحد وردي قري مش واحد إذن وردية سياسة قرن وقانون سياسة إذن وردية قر إذن مو وردية أنا في لا نجوا بوليس مي وردية قر ما لقوا وردية مايا سياسة قرن وردية وحقوق ذي عينتي سياسة دو سمرب الجريل لفايتنكا المدفع كسر الإسكو فرايو الجريها اللي إسكو جوايو الدكتور اللي ديلايو انت لا تقو نمان مساكين او رير باي دبا او دونا يفرسمو فرماجي اي غير اسو ديبين علاد لقلين اي او كشغين اي لفت قرين سي لفت قرين رحوين اي اتا قرتو سي رحوين لو قولا اي قوبلا دا دحا اي كوفورتا سوماليا اي بنادر با دبك اللاشيدا اي او سمرابك دع شاقي كوفيدي ورتا حل حبا اي دي شاقيا ورتا شيخ شاكر قولي اي نمان رأي عاير هاتي شيخ شاكر قرقيس عيد قشي مالي حتى آجيس اللو مدوانين حتى كامر ذا متك غالي قرقيس ما قيس تاكين
qoryahooda iyo rasaastooda iyo waxoodana waa haystaan shacabkaynu ka mid yihiin, dadkayna ka mid yihiin, magaaladayna joogaan. Ma ka hadlaya waqtigeedaan ka hadlaa, laakiin waxaan ka hadlaa dadka walaalaheen raxanweynta ee meel kasta jooga. Waa dad walaalaheena oo Soomaaliyeed hadalka nimanka ku hadlayna in loo qaada maaha. Raxanweynna annaka xaal ka siinayna, lafta gareenna waxaan leenahay, lafta gareenna hawiye hadda uma socdo, uma diyaarsana raxanweyn diladeeda. Si adiga taageero aan kugu samayno, waa kala garan karnaa boodigana loo dhigay iyo midkana loo dhigin. Laakiin hal arrinaa Sheekh Shaakir su-aalaya kusoo noqonaya. Sheekh Shaakirow, ninka siyaasadda iyo talada aan ku wareejiyaa leedo waa askari. Askarina waa qori lagu ugaarsado. Mathal aan ku siinaa Sheekh Shaakirow, Muqdisha ka bacda waxaa u socotaa Gurceel. Subjectigaaga waa inaa Gurceel tagtid. Subjectigaaga waa inaa Gurceel tagtid. Objectigaaganu waa waxaad Gurceel markaa tagtid aad u socotay dantaaday ahayd oo adiga ku qaasa markaa tagtid waa. Inta u dhexaysay Gurceel iyo Xamar, buuran raashin aa kasii cuntid, iyo haddii ilaahay ku roon yahay mar aa jawiil kusii nasatid, beledweyne maraad maaragtay alaab kasii gadatid, waxaasoo dhan maqsadka u socotay maaha. Maqsadka u socotay Gurceel inaad tagtid waay, Xamarana ka tagtay. Waxa u dhexeeya markaad sii maraysid caano aajid kasii gadatid, haddii ilaahay ku roon yahay alaab kale oo kasii gadatid, mare meel yaaloo qaadatid, cunto aa cuntid, waxaasoo dhan subjectiga u socotay maahayn. Subjectiga waa inaad Gurceel tagtid. Subjectiga Shaakirow, dadku ay u dagaalayaan waxay ahayd in dadku ay dhihi karaan waxaan waa maxay celiya waxaan yaa iskale. Hal arrin oo kalena waxaan rabaa inaan u sheego dadka cayrka. Horta dadka cayrka ah, aniga Macal Maxamuud iyo Sheekh Shaakir markaan aan mucaaradsanaa badankiin waa taageersanaydeen. Xalay tooleed niman tiro badan oo cayra ayaa Sheekh Shaakir iyo Macal Maxamuud caynayay. Caawa maxaa haysaan? Caawa waxaa haysaan in dhuusan mareeb nin miskiina oo lafta gareen soo diray oo baydhaba uu ka soo diray oo baydhaba ka dhex leeyahay dhuusan mareeb ka dhex leeyahay koofidii tan may etaa koofidii oo Sheekh Shaakir uu kaboogaana kaboogay Sheekh Shaakir uu oo dhuusan mareeb ka dhex leeyahay kuugu filan ammaan iyo horumar kuugu filan. Islaantii waxay tidhi Sayid Qarweynoo lii qarin jiray iyo Subayn Qaanahan sida waa loo qarin jiray, magacii loo qarin jirayna waa la sheegay. Aniga waxaan idin sheegi jiray in badan deegaankan dadka jooga in faraha laga bixinayo deegaankan laga dhigi doono sida Muqdisho. Baydhabo yaa tegey? Waxaa tegey ciidan isku darsan Habargidir waa ku jirtay, Mukhtaar Roobay wax ka soo qabtay soo maa ayagu amxaara la socdo. Laakiin baydhabo intay dhex istaageen annagoo saas ah oo raxanweyna oo saasa ayaa Mukhtaar Roobay gurigiisii galnay, markaasaan soo qabanay annagoo maaragtay qabiilkaasa ma sheegeen oo hadalkooda ku hadlaa muujina ma ku hadlin. Laakiin dhuusan mareeb waa laga dhex sheegay. Shaakirow Mascuudka arrinkaas aan waxba ka qaban karin, siyaasadna kuuma matalaayo, siyaasadna waxba kaagama qaban karo. Asagaa tiisii u dhimanaya, asagaan garan waxa meesha ka jira. Asagii noocaas ahaa aa farmaajo wuxuu leeyahay Macal Maxamuud aan warsanayn noo soo dhiib. Waa odaygaagii marka hal arrinaan rabaa inaan hawiyo dhan waa wadiyeyna, laakiin jaalacayr inaan u sheego. Horta hawiyo dhan waxay ka samaysan yihiin waxa la yidhaha danguud ma ilaaliyaan. Lo'da la ogisuna danguud ma ilaaliso. Dibiga la ogisidahu afkiisa iyo guskiisa daba socdaa. Ninka hawiyana afkiisa iyo alaabtiisa daba socdaa, ibtiisa. Laakiin ninka Puntland jooga, ninka Puntland jooga imisa boqol oo qof, imisa kun oo qof senator iyo xildhibaan Puntland u taagan, danta guud oo Puntland. Puntland baddeeda ma fiicna haddii la dhaho. Meeqa qofaa ka hadle? Danguutaasaa la dhahaa. Danguud waa midda dadka badan ay ka hadlaan, laakiin hawiye danqaasoo ka hadla wax suurtagalna ma aha. In danqaasa ay kuu suurto gasho adoo danti guud aan ilaalin suurtagal maaha. Hawiye hadda Muqdisho degan, qashinka guryahooda hor yaalla in laga qaadi rabaan, dadka qashinka guryahooda hor yaalla in laga qaadan raba ayaa waxay rabaan in nabadgelyo helaan, ma helayaan. Cayrka dhuusan mareeb jooga danguud waxay u yaqaanaan inay qof u sabciyaan, nin ragu hona nina uma sabciyo. Waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waa maxay sifadaas, haddana sifada ay cayr sii leeyihiin waa maxay sifada cayr ay leeyihiin? Waxay tahay
maroodigu markuu xoogga leeyahay cidda isagaa u taliya, odaga ciddaa la yidhaahdaa. Markuu duqoobo ganuhu dheeraadaan, luguhu dhuubtaan, harka ow noqdo midkii ow dhalay ama looga baqi jiray waagii ow yaraa bahalada uga leexi jiray marka waa yaraa qayliyo, oo odaga xaafadda uu ka ahaa ee geedaha markuu maro geedaha uu ka dardari jiray isagu maaragtay looga cabsan jiray soo ababiyey, oo maroodigu haddu waaba oday camale saas u sameeyey, ayaa markuu weynaado isagaa cidda ka eryada hirtina ku qabta, waana kala tuuraa geedahu jajabiya isagaa riixa. Horta arrinka ayadaa hawiyo ku garo, caawa mascuud ku garo, odaygii adeerkiisa ahaa oo duqoobay, iyo sheekh shaakir, iyo ashcarigii haddii ilaahay ku roon yahay in adeerkiisa ahaa oo qaarna curyaan yihiin qaarna saasiyiin, oo horta saddex maalmood fiirsanaya iyadoo waxbada ku socoto, saakayna kaa maro iyo waa lasbixinaa iyo waa la yeelaa iyadoo laleeyahay, oo u ogolaaday xeradiisii in haddii ilaahay ku roon yahay ciyaal kaamar la dhex wareegaan. Waan hubaa aniga, inkastoo aan ku raaxaysanayo nimanka afkaraxaweyntu ku hadlaya waxay ku hadleen, inkastoo aan ku raaxaysanayo oo ay tahay boorsamiindadii aan idiin sheegay qayb ka mid a ood arkaysaan, waa raaxadayda horta aan waa ku raaxaysanaya, waa ku raaxaysanaa in dhuusamareeb laga dhex yidhaahdo mayk qaadaday macalin maxamuud tusbishey aniisoo u siday koofidooda mayka kareebaday sheekh shaakiraa kareebaday, alxamdulilah war fiican waay, meesha ay ka yarto dhuusamareeb waay. Weligaa maaragtay haddii ilaahay ku rooyin digirka dherig ama gocoso buubi aday ku taallaa. Waxaan rabaa marka inaa idhahdo walaalayaal, sheekh shaakirna ma uusan garan askari commitment siyaasadeed iyo masiir dowlad federaala iyo deegaan maslaxadeed looga hadlayo askari nin u shaqeeya oo afrikaana weliba qofuu u shaqeeya ma matalo sheekh shaakir, waana qalanday. Labo, ninka sheekh shaakir ah waxay u dhiibtay nimanka dhuusamareeb dhexdiisa beentaa ka sheegay ilhaanadaana ka sheegay, haddayse gacantiisu gaarin waxaa u dhiibtaan ba jirin adiga asuguba isku halaatiin, isku halaatiin sheekh shaakir, isku halaatiin adiga mascuud waxaa isdhaantaan male mascuud inuu soo qabto nimankaas oo meel babliga maaragtay meel babliga uu ku casaaro waay magaalada uu luga yira ka dhexbax haddaysan dhicin. Sheekh shaakir adla nin isuma dhiibin, asagoo nin mahwaas og yahay wararka kale xuuraanka aan maqlayno, farmaaja wuxuu yihi macalin maxamuud ay keen farmaajo odaygiisa macalin maxamuud oo kalaa nin hawiya inta u yarto uma dhiibo. Sheekh shaakir oo kale oo daaroodana nin hawiya magaalo uu joogo looguma yeero ii keena ma dhaho, laakiin waa iska sunnoo odayga hawiye waxba ma maqlo talana ma qaato. Aad baan ugu xumahay aniga horta ma doonayo in macnaha adeeraday ku digto, adeeraday ma ku diganayo allaha barakeeye, laakiin adeerkii waa qalday, bonigu waa qalday, cabdow qalad xisaab maxuu ku qalday, ereboorkiiyan wareejiyey kow, saldhigiiyan wareejiyey labo, kii gurceelan ku daray saddex, ciidankiiyan wareejiyey afar, magaaladiiyan wareejiyey shan, kadibna xaggaan istaaga caanaha isku shubaana isduubay caqliga hawiye nin baa gabdhala lagdami jiray aad ugu foga maayo, laakiin toban gabdhoodoo la dhashay, toban gabdhoodoo la dhashay, tobanka gabdhood markuu la dhashay ninku labalaba ula lagdamaa, laba isoo saara bab, laba isoo saara bab, labalaba u lagdaa. Ninkii odaga ahaa subaxii dambe meel wuxuu tegey lagdinka ay ku qoranta lagu lagdamayo laba isoo saara u dhahay waaba la yaabay, war ninkaa lejanka waa maxay, war meeshaa niman waaye, war waxuu yihi anii waxaa ka hadlaysiin maaqaane laba nin isoo saara, war nin laba ma lagdami kartid, war wuxuu yihi weligii waxaan laba in lama lagdamin, odaga laba nimaa loo soo saaro asagoo kalaa odaga salli lagu tukanaya camal loo waray toban daqiiqa kadib uu dhaha kala qaaday maxaa igu dhaco yii maxay ahayd nimankii yaa la lagdami jirtaa li adiga, war wuxuu yihi aniga labaan la lagdami jiri oo labadu maxay ahaayeen, wuxuu yihi gabadhay la dhasho laba labaan la lagdami jiri, warta ninka ceer madax u noqda waa dhumaa, waa ka leexda odagii, war ka leexda hana la habaabe waxba, war ka leexda iyo nabay u sheegin sida xasan daher usuu ula habaabayo oo ula habaabayo ou doon ku yimaada nimankaana horta waa dagaaleen waana dadaaleen loomana dhawaan xoogna laguma qabsan, laakiin warkaan ilaa shan ilaa duraad waa socday ah mascuudaa u tegaya war na raac war na fahma war hal meel aan kasoo wada jeesanno war aan tashanno, laakiin mascuud aragtidiisa iyo kabasitigiisa siyaasadeed ma gaarsiisna in macalin maxamuud iyo sheekh shaakirkii isaga fiiri qof walba ciddii isaga soo ababisay siyaasad ahaan
كما أردت ديرا المحمود يا شيخ شاكر بنوني قصاص وبردري فكيف مسعود عسكرية وفرماجي غير العقوس ودرايان وبيلخ قوسنايان سيدا أقول واليال عسكري وقور اللغوشة قيستو قور اللغوشة قيستونا مسير أمادات كما فكروا وعلى مرك انا ارادو وحسود دوينيا لما كان رحمتها ولا لهي ودو سمرب كهدلي او شيغي ان كوفيد شيخ شاكر قاتين ايكون قادنين او سو ديري نينكي لفت غارينها اي عداوده او قبي بيش الرحوين دونايينا دك افر حوين تكو هادلا اي غوبلاد دخا جوغا اي ميل كاست جوغا ان لغا ارسدو لديلو سي اسغا لوغو سو جابو شقاداسنا وا شقه فرماجي غير قبانايان وانا شقه اي قبانايان كادرينتي كشقين جيري هبرجي اسكو دير علي مدحويني عبسي اسكودر محام عمل اسكودر هدي الي كوري بقوله بقوله كودر شقد اني مكي قبا جرا شقدا سودا marka waxaan rabaa inaan aad walaalayaal hawshu waa fiican tahay jaamacadii dhuusamareeb ayaa bilaabatay oo idin sheegi jiray semesterkii hore lixdi bulad shalay la soo dhameystiray xalay saaki soo dhamaatay lix bulad kale hadda noo bilaabaneysa oo hadii ilay kuuro yahay may qaadanay covid may u sunnay asoo socota lix bulad kale soo socota oo kasii foolxun lix kale ku xigta oo kasii foolxun lix kale ku xigta waa afar sanadood afarta sanadood markay dhamaato reer dhuusamareeb iyo hadii ilay kuuro yahay habagirta gobolada dhex joogta jaamacad ayay ka soo baxay oo aqli leh oo fahimina oo wax fahamsan جامعات كسوق اللي نجيبين عيان مركز جامعات أن سود وينو جامعات أن دجنو أن وحبرنو أنا كذا كنا وحبر ويني وحلي هاي تلو مع المحمود يا شيخ شاكر قرحنتو وقرحنتا دتك هبر قدر وقرحنتا دتك عير وكرامة قبضة عير وكرامة شيق عير وكرامة ودك عير لكن وحن إذن شيقيا مرودي دقوبي هدي مع المحمود أو نغضي نكاللي هي جيت كي أدكتت يا مسعود ولغوني دونا بإذن الله جيت كي أدكتت ولغوني دونا جيت كي أدكتت ولغوني دونا وحرامك أنا راهو شاكرو نك أنسوق بكرين أيضا كي دوس مرب جوريجا شاك شاكر أيكو تقولون أوجهي أنت جوريجا غور غور أكتيس استاجي فين كأسك دوبي هدي أد مسعود وأنت سوق بات بابلك لو أزار وايو شاكر نوال لو جويسي ولما مثلا كوسينا مثل كاتام كوشيجيا أرجي أربين أشي غير كي يكوداب غير كي يكوداب سؤلا نب ير بقوق بتا غير كي مغرب كي مركي لجاري دواي يري أري إنه واكر ربي أري كارو عاو أنا جوجا لأكتي دم لو ما تابكرو دواي يري مكاسوي غير ها دبا تيجي كذا عيسى صوت ما حد عاي دلوقتي المغلة ما هي اللي جوزي ترى بلا هي كل تكتي بلا هي أريد ما هي قربتي روح ويل ما غان هذا كذا مع شكر دقل عيسى صوت هذا وعر با مسعود شاكر مع المحمود ومشهد وكجرون لو جل كريم مدفع كور لو قط ورا ما هنقول يجيري بلا أياد أتكتي وحين هن ولما واقو شرفين هول هذا غادي كرنا مسؤولين ده اللي هين وكو ديبين هذا الحقنا بقول هين أسكرنا حق وصول هين هول سياسيرا وقاسنا مع المحمود نمالي النمليه النمليه شاكر نمالي عيرنا وقاس مالي وقت دنباني يوصلنا وقول ديبين قف عيرا إنه وقاس شيخته قف دنبو عيرا وقاس شيخنا يوا غلدين يهي عير وقاس مالي عير وقاس مالي عير وقاس مالي هذا نسافر يا قاروة هذا النفط هذا هفر هذا قال له عير وقاس مالي عير أوغاس مالي عير أوغاس مالي ألف وحبان مالي ألف وحبان مالي عير أوغاس مالي ألف وحبان مالي عير أوغاس مالي مركو عارة بأينا إرادو هدي آذان سوق بان كرين نمان كاس دوس مرب جوغا و آذان عزاري كرين داتك محترم كا أهل شرف كا كارك اسكد عين كارو قع ما آد أغبطي اي آد فير ستوالكا ولد لأي إن لغو قفو شرف كوري كرامو دوس مرب نعيد قرق غور غور عيكو جوغا giro dabada ay gigla hatay laftigaagu urgigi rida beenta u sheegaa tahay tolkay waa lagu leysana jaamacada noo socota jaamacadaas muqdisho laga dhigan doona jaamacadaas waxa laga dhigan doona ilaa ay meel kasta jaamacadaas koofur galbeed ay hada laga dhigana jaamacadaas waxa laga dhigtaa dii ilay guray muqdisho dhow sano u socota 3 sano ay qaadatay haddii dhuso mareeb ka bilaabatay jaamacadaas dhuso mareeb waa laga soo qalin jibina rag badan ka soo baxaya hawshu meel fiican u socota waxba yaaneedii la iska jabinin ناس وين دهن هرا الله سبحانه يا دن جود من نقان هدا هوي ناي دن قاسة هنقانا سيد الله أجيز دن قاسة دن جود إنت كبرنا ينو
oon danta guud wada yeelanayno, oon danta guud ka wada hadlayno, arrinkan waa jiraya. U istaaga danta guud, yaanay niyad jabin, danta guud aan u fikirno, aan wax isku darsanno, aan tashanno, hadalka aan isku darsanno, codka aan isku darsanno, fahamka aan isku darsanno, horey aan u soconno, mana la ka harayo. Ninkii muxuu yidhi, iima dhigtid kaagamani helo, iima dhigtid kaagamani helo, wallaahi aan farmaajo idinka harin, oo bilaawsi idinka harin, wax kale ma haysto, hawiyow haystaa, waana loogu dhaara doonaa dad badan. Ujeedada loogu yeerayo macalin maxmuud uu leeyahy farmaajo xamar hala keenayo iqbaalki kayrana macalin maxmuud ma wax irne macalin mahdi aanan xiri karin wariya macalin maxmuud ma wax irne sheekh shariif inaa xirna rabtiin dadka wax lagu hadlaya intaas waay laakiin waa arkaynaa dagaalka nagu fogaanaya waqtigaa nagu dheeranaya waxaan rabaa marka inaan siiyo walaalkay laba xaba aan siiyo ha saaxiibkii labaada ka dhaho warlabaad hadaad ka dhahayn macsalaam hadii anigaad meesha iga dhegeysaysa marka waxaan rabaa inaa irahdo hawshu waa sidaas waa aboosto waa la baashaalayaa nin haddii xigaanada go-do madaxa luufluufo waa noolaanayaa dadku waa socon doonaan waana jiri doonaan marka waxaan rabaa inaa irahdo walaalayaal islaantii waxay tiri wiilkeed u dacweeyey maan dhow barwa sidaa ceeb kugu filan barwa side barwa side waraaq usida waraaq manaa idacweysaa barwa sidaa ceeb kugu filan mascuud iyo cayrka dhuuse marab jooga iyo ogaaska cayr ninka sheegay waa ceeb kugu filan adoo galgaduud iyo dhuuse marab jooga may galnay gurigii sheekh shaakiraa galnay tusbigii ka soo qaadanay koofidiina ka soo qaadanay horta intaasaa waxay kugu filantahay karaamo iyo sharaf ama taardheed ahaw ama taarcileed ahaw ugaas cayrna maba lihidba dad ugaas lana dhaan noocaas maaha sidaa awgeed rag mahaynooy rag mahaynooy halkeenaagama joogto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu